وصلنا لفقرة سؤال وسؤال. بص بقى يا شيماء، احنا هنسألك أسئلة سريعة جدا وانت لازم تجاوب إجابات سريعة جدا. أوكي. هو سمة الفقرة بالظبط وحقيقية وصريحة وسمة بالظبط. سمة الفقرة دي السرعة والصراحة. أوكي. مين من فرقة واما صاحبك أكتر وأقرب واحد ليك؟ فهمي حاليا. فهمي حاليا كان قبل مريتوا مراحل؟ لا يعني عادي ممكن لا بس هو فهمي. من أول ما عملتوا الفرقة لحد دلوقتي هو فهمي؟ لا كان نادر، بس أنا عشان أنا وفهمي أتكلم عادي بقى عشان يعني طالما أنا جاوبت بسرعة. أيوة لا هو علشان أنا وفهمي دخلنا في مجال التمثيل، فكنت دايما باخد، هو سابقني فباخد دايما بنصايحه نقعد نتكلم يعني كده تاخد رأيه، بنناقش الحاجات. في حاجات بتجمعنا قبل التمثيل كان نادر، بتجمعنا كان نادر قبل التمثيل ونادر وما زال نادر، بس انا اقصد ان احنا دلوقتي انا وفهمي اكتر مع بعض طول الوقت. مش معناها ان انا بفضل حد عن حد او الحاجات، لا احنا دلوقتي طبعًا مع بعض علشان الشغل وكده. نادر برضو علشان التوزيع والحاجات دي، التوزيع ده بياخد وقت رهيب ومشغول جدا طول الوقت، فمش بيتقابل معانا زي ما احنا انا وفهمي بنتقابل يعني. وميدو برضو عنده مشغوليات. ميدو ده اللي هو نور دايما بقى ليه مش بتقولوا له نور؟ احنا متعودين من زمان ان احنا بنقول ميدو مش نور. Watch it.